السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بعض الأصدقاء صفحة فيسبوك يسولون على طريقة إدخال شفرة البيت للأجهزة ديال إيكولينكزين. حبيت ندير فيديو باش نشرح الطريقة ديال إدخال البيت. المهم كتوقف على ديك القناة الجزائرية بروغرام وكتورك على ديك باج بليس في الريموت، كيبان معنا هاد الطابلو هذا، يعني بالزر الأحمر يعني كيمكن لك تدخل هذيك الشفرة ديال البيس الجزائرية اللي هي 11 4 أصفار 11 8 أصفار، وبالأخير كتأكد بهذيك الزر أوكي اللي كاين في، يعني ملي كتضغط على أجوتي يعني كيف ما كتشوفوا كتضغط على الزر أوكي يعني كيتم يعني تأكيد الشفرة. كتقلب القناة وكتعاود ترجع كتخدم ليك. الطريقة الثانية كدير القائمة الرئيسية كتمشي لهذيك لانستالاسيون يعني تركيب ملي كتبغي دير البحث عن أنتينا، هي هذه اللي فعلها قمر صناعي، كتمشي لهذيك الباتش سميتو باتش مينيو، من خلال الباتش مينيو الداخلي اللي كتطلع بزر زيادة الصوت كتقلب على البيس راه في الأعلى اليسار كتبان كتوقف عليها، كتبحث على داك التردد ديال هذيك القناة الجزائرية اللي باغي تدخل ليها البيس أو أي قناة يعني كتخدم البيس، كتقلب على التردد ديالها ما لقيتيش يعني بزر اف اه يمكن لك تموضي في إدخال التردد، يعني يمكن لك دير إضافة التردد بزر أو تصحيح التردد عفوا بزر اف اه. وكاين عاوتاني في دوك الازرار اللي فيهم الالوان يعني في الريموت راه كل زر عنده الدور ديالو، كاين ايديت يعني تعديل بالزر الاصفر، وكاين هذاك اضد يعني الا بغيتي دير اضافه بالزر الاخضر، والازرق يعني الا بغيتي دير اعاده التسميه، وديليت راه هو الزر الاحمر، يعني الخوت راه جد سهله وبسيطه. كيف ما كتشوفوا هنا راه وقفنا على يعني الشفره ديال القناه الجزائرية بروغرام، هنا ملي كتوقف عليها بغيتي دير تعديل هنا يعني بغيتي تصحح التردد راه كتورك على الزر اف اه، راه كاتبين لكم تماك اف اه ايديت فريكونس، يمكن لك نتايا تعدل على التردد. هنايا ملي كتورك على الزر زر اف اه هنا راه تيبان لك هنا كيفاش يعني الكلافي ديال الا بغيتي يعني دير تعديل التردد او ادخال التردد صحيح. وبالنسبه للزر الاصفر يعني اديت يعني تعديل، هنا ركت هنا عفوا الزر الاخضر هنا اديت يعني كتاجوتي، كيعطيك كل اصفر يعني كتاجوتي يعني شي بي صحيح، يعني اذا كان فيه شي غلط ولا شي حاجه كتصححه. والزر الاصفر راه كيدير يعني التعديل الا بغيتي مثلا شي شفره تغيرت ولا شي حاجه تغير فيها رقم ولا جوج راه كدير بالزر الاصفر كدير اديت، وفي الاخير كتختمها باوكي من خلال انك ملي كدير اديت في الجنب ديالو راه كيعطيك ديك اوكي يعني كتاكد عليها. كذلك ينطبق هادشي على الباور فيو والفيكساس هادشي اللي كاين الخوت من ناحيه ديال ادخال شفره البيس للاجهزه ديال ايكولينكزين. ديما الا بغيتي تطلع هاد الخانة هادي كدير باج بليس. وهذا ما كان الخوت، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.